بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متتبعي الأعزاء. اليوم سأقوم بإعداد حلوى الإكلير التي أساسها العجين الساخنة الباتاشو، والتي سنقوم بإعدادها الآن، وهي أساس العديد من الحلويات كليزيكلير، بروفيتيرول، تشوكيت، لوبيت دونون، لباغي بريست، لابيس مونتي، وكلها سنعدها معا إن شاء الله، إلى جانب العديد من الوصفات الرائعة والتي تردني في اقتراحاتكم. ما عليكم سوى دعمي بإعجاباتكم وتعليقاتكم، واشتركوا على قناتي، قناتكم المفضلة بامتياز. إذن سنشرع في إعطاء المكونات على بركة الله. وخمسون غرام من الدقيق ما يعادل تقريبا كوب ونصف، 100 غرام من الزبدة ما يعادل 3 ملاعق طعام كبيرة، 4 حبات من البيض، ملعقة سكر ما يعادل 15 غرام، ربع لتر من الماء ما يعادل كأس، ملعقة طعام من مركز الفانيلا، ويمكنكم تعويضه بسكر الفانيلا، إلى 7 غرام من البيكنج باودر خميرة الحلوى ما يعادل ملعقة طعام، وإلى قبصة ملح. بسم الله على بركة الله. سنقوم أولا بإشعال المقيت، نقوم بتخفيض النار إلى درجة متوسطة، نضع أولا الماء، إذن سنضيف قبصة ملح، السكر، مركز الفانيلا، ثم نضيف الزبدة، سنقوم بالتحريك ونترك الخليط حتى يصل إلى درجة الغليان. نلاحظ بأنه بدأ في الغليان، سنقوم بإزالته ووضعه جانبا. نقوم الآن بإضافة الدقيق دفعة واحدة ونحرك بملعقة خشبية، ندمج الدقيق مع باقي العناصر، نحرك جيدا. بعدما أن خلطناه جيدا واندمج الدقيق مع باقي العناصر، نقوم الآن بوضعه على النار من جديد ونقوم بالتحريك. يجب أن تندمج العناصر جيدا وأن لا تلتصق بقعر الإناء. إذا مجرد أنها لا تلتصق بالإناء، بقعر الإناء، فهذا الوقت هو كافي بالنسبة لهذا العجين. إذا تركناه على النار مدة أطول فسيجف من السوائل، بحيث لا يعطينا نتيجة مرضية أثناء الطهو. الآن سنقوم بإضافة البيض بيضة تلو الأخرى مع التحريك حتى تندمج البيضة الأولى مع العجين. نخلط جيدا. إذا بعد إدماج البيضة الأولى، سنقوم الآن بإدماج البيضة الثانية. إذا نستمر في التحريك حتى تندمج تماما مع الخليط. أؤكد أنه دائما عند إدماج البيضة تماما بالخليط يمكننا إضافة البيضة الأخرى. إذا كما تلاحظون، سنقوم الآن بإضافة البيضة الأخرى، وهكذا حتى نتمم كمية البيض المتواجدة لدينا. سنقوم الآن بإضافة البيكنج باودر. لا يجب أن تكون العجين ساخنة عند إضافة البيكنج باودر. نقوم الآن بالتحريك لإدماجها. البيكنج باودر هي خميرة الحلوى، إذا سنقوم بالتحريك حتى نقوم بإدماجها جيدا. إذا نحصل على الخليط على هذا الشكل. لا يجب أن تكون العجين رخوة تماما ولا يجب أن تكون جافة، يعني أن يكون العجين جد متماسك. يجب أن يكون القوام متوسط كما تلاحظون. نقوم الآن بتهيئ الفرن بدرجة حرارة 180 لتحضير حلوى الإكلير. سنحتاج إلى جيب حلواني بقطر 2 سنتيمتر تقريبا. نقوم بإدخال الجيب على هذا الشكل حتى لا يخرج العجين عند ملئه، ونبدأ في ملء الجيب. إذا نبدأ على بركة الله. قمنا بتحضير الإناء الذي سيدخل إلى الفرن، وذلك بتغليفه بورق الفرن.
لمن يريد الاحتفاظ بالعجينة الساخنة باتاشو بالثلاجة، فالمدة لا يجب أن تتجاوز 3 أيام، ومن المفضل ليلة واحدة. سنشرع على بركة الله في إعداد وحدات الإكلير على هذا الشكل. إذا نستمر بنفس الطريقة حتى نملئ الإناء. سنقوم الآن بإدخالها إلى الفرن بدرجة حرارة 180 مدة 25 دقيقة. في إعدادنا لحلوى الإكلير يجب احترام جميع المكونات والمقادير التي تكلمنا عنها، وكذلك يجب احترام عدم فتح الفرن أثناء الطهو حتى نحصل على نتيجة رائعة ومرضية. إذا عند انتهاء الوقت سنقوم الآن بفتح الفرن. هذه هي وحدات الإكلير كما ترون. للإشارة فقط، فلا يجب حشو حلوى الإكلير ولا تزيينها حتى تبرد تماما. بعدما أن بردت وحدات الإكلير سننتقل الآن إلى الحشو والتزيين. سنقوم بالحشو بكريمة الباتيسير، يمكنكم حشوها كذلك بكريمة الخفق كريم شونتي. بالنسبة لكريمة الخفق كريم شونتي وكريم الباتيسير سأضع لكم الروابط بوصف الفيديو. كذلك سنقوم بالتزيين بغلاساج الشوكولاتة البيضاء والسوداء، كذلك ستجدون الرابط بوصف الفيديو. بسم الله نبدأ على بركة الله. نأخذ كريم الباتيسير نضعه بجيب الحلواني. إذا نأخذ حلوى الإكلير ونحدي الثقب ونقوم بحشوها بكريمة الباتيسير بالوسط وبالكريمة التي ترغبون بها. إذا ننتقل إلى حشوه من الجهة الأخرى، كذلك يمكنكم فتحها طوليا. إذا نستمر في الحشو. إذا وهكذا بالنسبة للوحدات الأخرى. إذا ننتقل الآن إلى التزيين بغلاساج الشوكولاتة، نضعه على هذا الشكل بالأعلى. إذا سنزين الآن بغلاساج الأبيض، غلاساج الشوكولاتة الأبيض، نوزعه بالأعلى على هذا الشكل. نأخذ القليل من مزينات الحلوى ونقوم بوضعه بالأعلى للتزيين. يمكنكم التزيين حسب الرغبة. سنقوم بتقطيع واحدة، نلاحظ قوامها من الوسط. نفية رائعة ونتيجة جد جيدة، بالهنا والشفاء. حلوى الإكلير هي قد أصبحت جاهزة، بالهنا والشفاء. تابعوني في وصفات قادمة إن شاء الله. اشتركوا على قناتي. لأي استفسار أو اقتراح أنا رهن إشاراتكم. لا تنسوا أن تضعوا تعليقاتكم. للتواصل معي الروابط ستظهر بوصف الفيديو. دمتم لنا أوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.